السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة وفيديو جديد. كيف العادة غنقدم معكم اليوم واحد الوصفة اللي هي سهلة والمذاق ديالها رائع رائع رائع. بقلاوة، كنتمنى انها تعجبكم وتجربوها ان شاء الله. المكونات ديالها كلها مكونات اللي هي طبيعية ومفيدة. هنايا غنبداو في المقادير ان شاء الله. بسم الله، عندي هنايا 300 غرام ديال الكاوكاو اللي حمرناه في الفران وطحناه، وعندي 200 غرام ديال الزنجلان حتى هو محمر ومطحون مزيان، وعندي واحد 150 غرام ديال القرقع او الجوز اللي هرمشناه قطعته غير بالموس، وعندي هنايا الزبده مذابه نوازيت اللي طيبناها مزيان حتى مشى منها داك الحليب ديالها كامل، ثم شويه البيستاش باش نزين من الفوق. هنا غادي ناخذ هذوك المقادير، غادي ندير الكاوكاو ديالي والزنجلان، وغادي نزيد عليهم القرقع وغادي نحاول نمزجهم. هنا نخلطوهم مزيان باش نحلو داك الزنجلان والكاوكاو ونفرتسوهم باش ما يبقاوش لينا مكتلين. وغادي نجي نزيد شي شويه ديال القرفه، واحد نص معلقه صغيره ديال القرفه، وهنا غادي نضيف 3 المعالق صغار ديال الزبده، وجوج معالق صغار عامرين ديال الجليكوز باش تبقى لينا ديك الحشوه تبقى لينا معلكه ما تجيش قاصحه من بعد ملي طيب. صافي، هنا الزبده راه ذوبتها وبارده، صافي غادي نخلط بيدي مزيان باش يندمجوا لينا العناصر. صافي كنحصلوا على واحد الحشوه اللي بهذا الشكل، انتما راه كتجي معلكه. صافي، هنا غندوز للمرحله الاخرى. غادي ناخذ لاطا ديال الفرن، غادي ندهنها هنايا بديك الزبده، ندهنها مزيان. وهنايا اللاطه من الافضل انها تكون يا صغر من ورق الفيلو يا تكون قدو، ما ديروش لاطه اللي تكون كبيره. صافي، هنايا غادي ناخذ الورق الفيلو ديالي غادي نبدا نحل بالورقه وغيب شويه حيت كيكون حساس. هنا غادي ناخذ الورقه وغادي نعاود نلوي هذاك الورق في البلاستيك، ما تخليوهش يعني ما مغطيش بالبلاستيك، راه كينشف سير بلاص كينشف دغيا. صافي، هنا غادي ندهن سطح العمل بديك الزبده، ولا ممكن تدهنوها بالزيت. هانتوما كيما قلت لكم راه ورق الفيلو كيكون رهيف بزاف. صافي، كندهنها بالزبده باش كيجينا من بعد محمر من الداخل ومن برا بنفس القياس وتيجي مقرمش والورقه مفروقه على اختها. صافي، هنا غادي نجي نديرها في لاطا اللي دهناها طبعا بالزبده مزيان بهذا الشكل. صافي، غادي نجي ندير ورقة أخرى معاكم. صافي، كندهنو الورقة مزيان بالزبدة. بنفس الطريقة
صافي كندير واحد الكميه ديال الحشوه. صافي وكنلوي بنفس الشكل بهذه الطريقه، وكنحاول يعني ما نزيرش بزاف باش من بعد كتشرب لينا العسل، وكيجيو الطبقات باينين. هانتوما بنفس الطريقه كندير واحد الجنب وكندفع حتى كنعمرهم بهذا الشكل. صافي هنا غادي ناخذ واحد السكين حاد، ولا تاخذوا هذا الكيتور كيف تنقولوا ليه، ضروري يكون موس يعني حاد باش يقطع لكم مزيان وما تشتتش لكم ديك الورقه. صافي هذا السمر بهذا الشكل، حتى غادي نقطع الكميه كامله وغادي ندخلوها للفران اللي يكون نشعلوه من التحت حتى تبان لينا تحمرات، ونردو معاها البال والعافيه ما تكونش مجهده، تكون على درجه 180 باش تحمروا لنا الوريقات من الداخل كاملين وكتجينا مقرمشه. صافي هنا غادي ندهنها بشي شويه ديال الزبده اللي بقات ليا، هانتوما غير دهنه خفيفه باش تسهل لنا تحمر. وهذا هو الشكل ديالها بعد ما طابت وتحمرات، كما كتشوف راه محمره من الداخل ومن برا، كتعطينا واحد اللون اللي هو ذهبي. صافي هنا درت لها عسل، عسل اللي هو طبيعي، ممكن ديروا لها القطر، هو من الافضل كتجيب هاد بالعسل يعني افضل في المذاق. صافي هنا غادي نزينها بداك الفستق او البيستاش مهرمش من الفوق، وتزين ممكن تزينوا باش ما بغيتوا بالكاوكاو نيت ولا زنجلان ولا اللوز محمر ومهرمش، تبقى الذوق ديالكم. وكتجيها كامل الداخل كما كتشوفوا، كتجي واعره واعره زوينه بزاف ومقرمشه وهشيشه في نفس الوقت، ما كتجيش قاصحه، وهكا كيبانوا فيها دوك الطريفات ديال القرقع. وهنا بالنسبه للاحتفاظ بها، اللي بغى يحتفظ بها لمده طويله ممكن تفرقوها هكا على حصص صغار وديروها في كونجيلاتور وتبقاو تاخذوا منها شويه باش ما تبقاوش تحلوا تسدوا في البواطه، يعني الا درتوا بواطه كبيره. صافي كتاخذوا الكميه اللي بغيتوا كتعاودوا تسدوها حتى كتسالى لكم وحده، وتعاودوا تحلوا وحده اخرى، ولا ممكن تعملوا طويسات صغيره على هادو، وكل مره تجبدوا حيده هكا راه كتبقى زوينه ومقرمشه بحال الا يلا صوبتوها. وهذا هو الشكل ديالهم، راه تيجيو كما قلت لكم زوينين زوينين بزاف. وهكا كنكون وصلنا لاخر الفيديو، نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتجربوها في هذا العيد ان شاء الله، وعواشركم مباركه، والى وصفه قادمه ان شاء الله في امان الله وحفظه. السلام عليكم.